اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فقره تدريبيه لكل بنوته حلوه بتخش المطبخ عايزه تساعد مامتها، عايزه تعرف مامتها ان هي بتحب المطبخ وان هي كمان اتعلمت منها حاجات كتيره قوي. النهارده مع بعض هنعمل حاجه اسمها المولتن كيك، دي مشهوره جدا في بعض الكافيهات والمطاعم، بندفع فيها فلوس قد كده وفي الاخر ما بناكلهاش زي ما احنا عايزين. انا هعملها النهارده بالشوكولاته واعرفك ازاي تقدري تحطي الفليفر اللي انت حباه، ممكن تعملها بصوص الفراوله، بصوص الكراميل زي ما انت حابه، ولكن اشهرهم مولتن كيك بالشوكولاته. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. معانا اكله النهارده مشهوره جدا من المطبخ الليبي، كلنا عارفينها، المبكبكه بالفراخ باللحمه، ولكن حصريا النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس هنعمل المبكبكه بالسجق البلدي. النسبه والتناسب في تسويه المكرونه اللي هو سر من اسرار تسويه المكرونه جوه الصلصه بتاعه المبكبكه هنشوف نعملها مع بعض النهارده ازاي مع السجق البلدي. معانا نوع بطاطس النهارده مشهور جدا الاطفال بيحبوه وفي بعض السوبر ماركات بيبقى موجود في العلب، اسمها بطاطا كوركيت، البطاطا المتفرزنه اللي في قلب الفريزر يعني. انا هعملها النهارده بطريقتي البسيطه السهله واعلمك ازاي يا بنوته يا حلوه تخش المطبخ تعملي نوع بطاطس حلو جدا تقدري تحشيه لحمه مفرومه، فراخ، سي فود زي ما انت عايزه، لها اسرار ولها تريكات اتعودنا نشوفها مع الشيف المغازي. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقتي فيها شويه تفاصيل النهارده وفقره تعليميه تدريبيه. خلونا طبعا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، هنشوف خطوات سر الحلقه يبدا ازاي. هنستاذن مخرجنا الجميل معلش بعد اذن فريق العمل اللطيف الجميل الحلو اللي معايا، هنستعرض بس المشتريات بتاعتنا علشان ما نقولش ان احنا بنكلف او ان احنا بنعمل اكلات في متناول الجميع، بالعكس احنا بنختار الماتيريال بتاع الاكله وده في متناول الجميع. يعني هنعمل المبكبكه النهارده بالسجق، كلنا عارفين على ناصيه الشارع جزار بنعرفه الحاج ابو محمد، هات لنا نص كيلو سجق مع كيس مكرونه الصغيره دي الجميله الحلوه ودي معروفه في اي سوبر ماركت، دي اكله مشهوره في المطبخ الليبي. معانا بطاطس من خير ارضنا سلقناها وحطيناها في الثلاجه مسبقا حتى التبريد، ولحمه مفرومه متعصجه من قلب الثلاجه، وهنعمل نوع بطاطس اسمه بطاطا كوركيت مشهوره جدا في المطابخ الغربيه والاطفال بيحبوها. معانا المولتن كيك وده في مقادير في متناول الجميع، جزء بيضات من الثلاجه مع شوكولاته مبشوره او كاكاو وسكر وزبده وفانيليا وبيكنج باودر ومعلقتين من الدقيق، هي دي المقادير بتاعتنا. انا النهارده بقى اعمل حاجه حلوه كده بما ان الجو برد، وشفت ان في على السوشيال ان الطقس النهارده بارد ليلا نهارا برضو شديد البروده، فعملت شويه الحمص الشام الحلوين دول عشان اتسالنا على السوشيال ميديا عايزين ناكل حمص الشام من ايدك يا شيف، احنا عملناه النهارده. ده بيتسلق ازاي؟ بناخد الحمص بننقعه من بالليل علشان ما نحطش عليه بيكربونات صودا اللي بتعمل انتفاخ وبتهري الجهاز الهضمي، فيفضل سلق الحمص على طبيعته بعد ما يتنقع من بالليل بالشكل ده كده مع بصل مع طماطم مع قرن فلفل حار مع فصين توم تطبخيه يعني، وتعصري عليه عصره ليمون مع شويه كمون وبالف هنا وشفا، يبقى احنا كده بندي طاقه في الجو البرد اللي احنا حابينه. معانا بصله بنحمرها على النار، اللهم صل على النبي. انا عايز بس انول للساده المشاهدين حاجه مهمه، احنا مش برنامج مطبخ، احنا على القناه الاولى يعني تلفزيون الدوله، احنا معانا فريق عمل قاعد في والله العظيم في بتاع 20 30 واحد قاعدين في الكنترول معايا على الاربيز هنا يعني على السماعه على وداني، بيتابع كل خطوه وكل حرف انا بقوله على الهواء، ونقدر ان احنا لاي تليفون بيجي لنا بيتم التواصل معاه والملاحقه له وبنحترم رايه وكلامه وبنتواصل معاه ونحل له مشكلته بقدر الامكان. معانا مقادير الاكله بتاعتنا على الشاشه، سجق بلدي، مكرونه من اي سوبر ماركت صغيره الحجم ومعروفه دي بتاعت الكشري، وبصل وتوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، معجون طماطم هنحط لها هريسه حمراء الموجوده معانا، والبهارات بتاعتنا لازم يكون فيها سبايس شويه فلفل حار لان المبكبكه معروف عنها لازم نهوى على بقنا كده واحنا بناكلها. ادي السجق اتقطع كده، ما نقطعوش يعني بالحجم ده كويس. البعض بيسال دلوقتي شيف المغازي هيحمر السجق مع البصله في قلب الحله ولا هيعمل ايه؟ اعتقد ان حضراتكم دلوقتي بتسالوا صح؟ خلونا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. التقطيعه دي الاول، والبصله بتتحمر على النار، وانا من الناس اللي بيحبوا ان البصلايه تاخد لون في اي طبخه بعملها علشان اشيل الزفاره منها واشيل عمليه الصنان منها
وريحه البصله ما احسش بيها وانا باكل، ولكن استفيد بقيمتها الغذائيه. البصله ايه على النار، بص عليها كده اهي، هو ده اللون اللي انا عايزه. بصل وتوم بالشكل ده كده، معايا صوص طماطم ومعجون طماطم. سؤال جانا دلوقتي على السوشيال ميديا، طريقه عمل الكبده الاسكندراني. احنا عملناها قبل كده وهي موجوده طبعا على صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى. طماطم طازه دي المبكبكه، تخديعه بيسموها في الصعيد طبعا والريف المصري، تخديعه والصلصه والتسبيكه بتاعه الطماطمايه والبصله والتومه الحلوه اهو بالشكل ده كده. بحط كمان معجون طماطم. خلونا طبعا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي اسرار عمل المبكبكه، وعاملين النهارده الحمص الشام عشان جو البرد ده كده هنقدمه لحضراتكم. بنشجعكم ان انتوا تتناولوه في الصبح في الليل في اي وقت، مفيد جدا واهم حاجه يتسلي على طبيعته. ومعانا المولتن كيك النهارده، ومعانا نوع من انواع البطاطس اللي الاولاد بيحبوها الاطفال الحلوين، بطاطا كوركيت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الكل يتساءل امتى هنضيف السجق البلدي للمكرونه، هل هي هتستوي مع الصلصه ولا ازاي الشيف المغازي هيحافظ على شكل السجق البلدي ويتكلم مصري في قلب المكرونه بشكله زي اللي احنا عارفينه ده كده. طبعا لازم السجق البلدي ده طبعا احنا عارفين ان هو احشاء الضاني، محشي لحمه مفرومه متبله، فلازم نحافظ كمان على الشكل ده كده. فلازم يكون الزيت عندي شديد الحرارة ونسقطه في قلب الزيت كده ياخد الصدمة النارية. معانا فلفل حار، اللهم صل على النبي، بينزل على الصلصة اللي احنا عاملينها الحلوة دي كده اهو زي الفل. مبكبكة معروفة عنها ان هي سبايسي، تمام. بننزل بالمكرونة اهو تستوي في قلب الصلصه، نقلب كده. طبعا اذا احتاجت شويه ميه بتحط ميه مغليه، ما ينفعش تحط ميه بارده، خلي بالك اهو. سموها مبكبكه ليه يا مغازي؟ علشان لازم تبكبك وتبوظ لك البوتاجاز، والبوتاجاز يبقى كله صوص طماطم، وبعد كده نقعد ننضف فيه. سؤال من على السوشيال ميديا، ايه هي انواع الصويا صوص؟ هو نوع واحد بيختلف من مصنع لمصنع ومن شركه لشركه، هو ناتج عن الصويا صوص. ولو استخدمتيها يا ستي الكل ما تستخدميش ملح، استخدامك للصويا صوص بيغنيكي عن استخدام الملح والتوابل زي الكمون زي الكزبره زي القرفه الناعمه. وجود الصويا صوص في قلب اي اكله، يعني المطبخ الاسيوي او اي مطبخ غربي زي احنا عارفينه، ولكن ما بيتفقوش مع بعض الكمون ولا الكزبره ولا القرفه الناعمه مع الصويا صوص. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. سجق بلدي دي لأول مرة حصريا، قولوا لي بقى حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة التلفزيون المصري. سجق بلدي مبكبكة، حد هيقول لي شيف مغاز ده السجق ده بيستوي كده من هبو النار؟ لا يا غالي، الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها إن أنا حمرت السجق بره لوحده وفي الآخر حطيته على المكرونة بعد ما بقت نص سوا، تكمل سواها مع الصلصة بتاعت اللي أنا عاملها. احتاجت لمية مغلية أحط مية مغلية. أوبا، تستاهل الطبق ده. مبكبكة بتتكلم مصري. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها كده. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه ده؟ السجق فين؟ ماسك نفسه بيتكلم اهو، بيتكلم عن نفسه. المكرونه بتتكلم عن نفسها، ما تهراش السجق ما تهراتش المكرونه، كله مع بعض. هنغرفها بسرعه كده. نعمين. سؤال وجيه جدا.
بص بقى يا استاذ رحاب، السؤال ده من استاذ رحاب بتقول لك ليه احنا مش بنغطي الحله في سلق المكرونه؟ ما نغطيش الحله لان وجود البخار، ولو غطينا الحله المكرونه دي هتعجن مننا. احنا مش بنعمل رز، يقول لك اطلع على الرز لما يستوي. نعم، ما ينفعش يا شفي انت حبيبي. الله اعمل لك اللي انت عايزه، قول لي اغرق هغرق، تقول لي شيل الحله وصبها كده، عايز اطلع صوره حلوه. كل واحد بيلعب في ملعبه بقى. ايه ده ايه ده ايه ده، اللهم صل على النبي. ايه المبكبكه؟ الف انا وشيف اللي ياكل. حاضر، طلع لك السجوع على الوش دلوقتي. مستوي، دوق. والكلام بعد الدوق، بعد ما تدوق يعني. والفلفل الحار. هتاكل المكرونه وتسيب السجق للولاد. وكل سجق ايه ماسكه نفسها، جمع سجق. مفرد سجق يا شفروق، مفرد سجق. سجق كل سجق ماسكه نفسها. عينيا. لا مش هحط اي خضره ولا اي حاجه، هي كده حلوه قوي. الف هنا وشفا. طيب اللي بعده، حلقتنا بساطة سهولة مرونة، فقرة تدريبية تعليمية لكل بنوتة حلوة بتخش المطبخ بتساعد ماما. تقدري تعملي أكلة مشهورة جدا في المطبخ المغربي ولكن ببصمة مصرية، سجق بلدي مع رصة الشارع جبناه ومكرونة وعملنا طبق مشهور جدا. عملنا الحمص الشام عشان جو البرد، عملنا بطاطا كروكيت للأطفال الحلوين بيسمعوا كلام بابي وماما، عملنا المولتن كيك بطريقة الخاصة، ده يبرد نحط عليه آيس كريم. بألف هنا وشفا وبساطة سهولة مرونة، تكلفة قليلة جدا. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.